ايه اللي بيحصل في منصة ميتا؟ يعني النهاردة عندنا عدد كبير من الآراء أو الكلام أو الحديث عن أن انستجرام فرض بالفعل قيود على قصص الخصوصية. نحب نتعرف عليها وهتاخدنا فين قصة الخصوصية دي؟ يعني هي بتجابه ايه تحديد؟ الحقيقة كل حاجة بدأت يوم 4/7/5/7 السابق ده في شهر 7 اللي فات، لما شركة ميتا أطلقت تطبيق ثريدز. طبعا تطبيق ثريدز ده يعتبر منافس قوي جدا، ان لم يكن يعني بالوصف الدارج على مستوى العالم القاتل لتويتر تحديدا. وهو التطبيق اللي تم في خلال يعني ممكن نقول يوم كامل لما اكتر من 30 مليون مشترك، وده رقم طبعا مخيف جدا جدا جدا. تلاقي تطبيق معنى ان تطبيق في يوم واحد يلم اكتر من 30 مليون شخص حول العالم، بالتاكيد ده رقم يعني مش موجود لتطبيقات بقالها سنين وسنين كمان يعني. فبالتاكيد من هنا كانت البدايه في اتهامات تويتر طبعا لشركه ميتا ان هي بتحاول يعني نسخ وطبعا لصق لكل ما يتعلق بالتطبيق الخاص بتويتر من كل الفيتشرز الموجوده فيه. بنتكلم كمان على موضوع ما يتعلق بان حقوق الملكيه تطبيق تويتر نفسه. في اتهامات طبعا ان ثريدز يعتبر هو الكوبي بتاعه. في كمان اتهامات ان في بعض الموظفين في تويتر، الموظفين دول نقلوا كل ما يتعلق بافكار تويتر حتى المستقبليه شركه ميتا بعد ما كان ايلون ماسك فصلهم. فكل الكلام ده مع تهديدات كمان تويتر بان احنا هنلتقي مع ميتا في القضاء، بقى نتقابل في القضاء. طبعا خناقه كبيره جدا من طبعا زمن كبير ما بين ايلون ماسك ومارك زوكربيرج مالكي طبعا ميتا وتويتر، وطبعا ما يتعلق بالصراع الكبير جدا حول السيطره على ملك التكنولوجي في العالم كله. فكل الحاجات دي كلها بتودينا لاتجاه واحد واضح جدا، وهو فكرة ان ميتا بتحاول جاهدة ان هي تطور كل ما يتعلق بالمنظومة بتاعتها. المنظومة اللي تم اتهامها في حاجات كتير جدا، على سبيل المثال ما يتعلق بالخصوصية. ناس كتير جدا بتقول والله شركة ميتا وقبلها طبعا الاسم السابق ليها فيسبوك كان بيتهم اتهامات خطيرة جدا 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 في كل ما يتعلق ببيانات المستخدمين. ناس كتير بتقول ان انا في اعلانات بتظهر لي مجرد بحثي عن اي حاجه، في ناس تانية بتتكلم ان معلوماتي هي بيحصل فيها ايه. في طبعا مشاكل كمان اللي كانت طلعت من فتره كبيره من فرانسيس هوجان في لقاء هناك في احد المحطات الامريكيه، وقالت ان في بعض المعايير فيسبوك اصلا لا بيتبعها ولا اي حاجه، وهم دايما بيصدعوا دماغنا كده بالبلدي ان هم بيتبعوها وهم بعاد جدا عنها. منها ما يتعلق بمعايير الكراهيه، منها ما يتعلق بالمعايير الخاصه بكل ما يعني ممكن نقول عليه في اكتر منه خصوصيه. يعني مثلا بنتكلم ان كان في داتات مسربه كتير جدا جدا لفيسبوك. فيسبوك قالت ان الداتا دي احنا امنناها وبدانا ان احنا كل معلومات الناس دي نقدر نامنهم ونقدر ان احنا نحط وسائل حمايه ليها كافيه. بالتاكيد ان كل الكلام ده كان يعني غير حقيقي، والا احنا ما كناش شفنا كم الهاكرز الموجود وكم اختراق الخصوصيه الموجود. وطبعا احنا شايفين ان في خطابات كراهيه او بعض المصطلحات اللي بيتم التحايل على استخدامها، سواء بقى باستخدام رموز اثناء الكلمه او اشكال ايا كان. يعني وفي حاجه كمان حضرتك برضه اسلفت الذكر وقلتيها ودي مهمه جدا، فكره الرسائل اللي بتوصلني، الرسائل السبامينج اللي بتوصل لي على الانبوكس عندي، والرسائل دي انا ما اعرفش مصادر الناس اللي بتبعت لي ايه. وفي نفس الوقت وده الاهم، ان الرسائل دي بتكون باعداد كبيره جدا. الفكره دي تحديدا بدات يمكن شركه ميتا تحديدا الفتره الاخيره ان هي تحاول تحد منها، لان بطبيعه الحال فكره ان انا هبعت رسائل لاكتر من حد، والحد ده انا هبعت له باكونت واثنين وثلاثه واربعه وابعت له اكتر من رساله واحد اثنين وثلاثه واربعه، فهنا كان في نوع من انواع يعني ان الخصوصيه يعني خلاص الله يرحمها طبعا. فبالتاكيد فكره ان انا بحاول احد بقى مما يتعلق طبعا بان يبقى في قيود شويه، الدنيا محكومه.